مشاهد دمار هائلة استبدلت معالم خان يونس ثاني أكبر مدينة في قطاع غزة. وبعد الانسحاب الإسرائيلي المفاجئ من المدينة الواقعة جنوب القطاع، انتقلت أعداد كبيرة من الفلسطينيين إليها لانتشال ما يمكنهم من وسط الدمار الواسع الذي خلفه الهجوم الإسرائيلي، ليجدوا أن المدينة باتت دون معالم. وفي ظل تدمير أو تضرر عشرات المباني، غطت أكوام من الركام أحياء بأكملها وتركت مساحات شاسعة غير صالحة للسكن. ويمثل انسحاب القوات الإسرائيلية من خان يونس إشارة إلى نهاية مرحلة رئيسية في الحرب ضد حماس، وإلى خفض القوات الإسرائيلية في القطاع إلى واحدة من أدنى مستوياتها منذ بدء الحرب. لكنه يأتي قبل هجوم إسرائيلي محتمل على رفح، على هذه المدينة الواقعة أقصى جنوب القطاع، ما عزز المخاوف بأن يكون الانسحاب مرحلة استعداد للقوات الإسرائيلية للتحرك نحو رفح. وفي هذا السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه تلقى اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات التي جرت في القاهرة، وأن الجيش يعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافه، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس. وأشار نتنياهو إلى أن النصر يتطلب الدخول إلى رفح ويتطلب القضاء على كتائب الإرهاب هناك بحسب وصفه، وأن ذلك سيحدث وفق موعد محدد. ليا المزيد من التفاصيل والمعلومات حول ما يجري الآن في قطاع غزة وحول التطورات كذلك المرتبطة بالتفاوض، ينضم إلينا من رفح جنوب القطاع مراسل الحدث أحمد حرب، ومن القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. أهلا بكما. أبدأ مع التطورات في غزة، في رفح تحديدا أو في خان يونس، في هذه المنطقة الجنوبية القريبة من رفح حيث أنت متواجد أحمد. أحمد، فلسطينيون عادوا لخان يونس ثاني أكبر المناطق والمدن في القطاع بعد انسحاب الإسرائيليين. خان يونس الآن مدينة يعود إليها الفلسطينيون ليروا ما الذي حدث بعد هذه الحرب، بعد كل هذه المواجهات. ما حجم الضرر أو الدمار الذي رصد في خان يونس؟ دمار كبير. الجيش الإسرائيلي حول مدينة خان يونس أثرا بعد عين، نتيجة الاستهدافات والغارات وعمليات تفجير المربعات السكنية في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس. حتى اللحظة سارة تم انتشال أكثر من 64 ضحية من تحت الأنقاض في مناطق متفرقة من مدينة خان يونس، وخاصة في المناطق الشرقية، وهذا يدلل لأن الجيش الإسرائيلي كان يستهدف المنازل على رؤوس ساكنيها، وبالتالي حجم الدمار كريب على المستوى البشري وعلى المستوى البنى التحتية. لا توجد مقومات للحياة في المدينة، على الرغم من أن هناك عدد كبير من العائلات عادت لتفقد منازلها، ولكن سوف تترك هذه المدينة وتعود إلى أماكن نزوحهم في منطقة المواصي غرب رفح وأيضا غرب مدينة خان يونس، لأن منازلهم لا تصلح للسكن، وحتى لا يستطيعوا المكوث في منازلهم لأن هناك تخوفات من أن الجيش الإسرائيلي يمكن أن يعاود التوغل وعمليات الاستهداف في مدينة خان يونس مرة أخرى. وبالتالي هذه المدينة هي مدينة منكوبة الآن على كل المستويات، حتى المشافي تم تدميرها وإخراجها عن الخدمة بشكل كامل، وبالتالي لا مقومات للحياة، لا كهرباء، لا مياه، لا إنترنت، لا اتصالات. القطاع الصحي انهار، وأيضا القطاع
الإنساني انهار بشكل كامل، وبالتالي هي مدينة لا تصلح للعيش فيها بسبب هذه الـ يعني كثافة النيران التي استخدمت بها خلال 4 أشهر من العمليات العسكرية الإسرائيلية. إذن هذا المشهد الميداني أكثر في خان يونس هذه المنطقة الجنوبية، ولكن ماذا عن الجانب الإسرائيلي؟ آخر التصريحات المتعلقة برفح وبالتفاوض. زياد أهلا بك. زياد، لنبدأ من آخر التطورات. نتنياهو يقول عملية رفح قائمة، حدد الموعد ولكن لم يعلن هذا الموعد. هل من تفاصيل إضافية حول هذه العملية المحتملة؟ يجب أن نفهم سياق الحديث لنتنياهو. هو اجتمع لمدة 2 ساعة مع سموتريج وزير المالية الإسرائيلي الذي دعا إلى عقد جلسة الحكومة المصغرة، وسموتريج وبن غفير هددا نتنياهو بأنه لن يبقى في المنصب إذا لم يدخل رفح. لهذا خرج يقول بأن هناك موعدا لاجتياح أو لغزو رفح بدون أن يحدد ذلك. يأتي أيضا وفق مراقبين في إطار الضغط المباشر على حماس قبل ساعات من ردها على المقترح الأمريكي. في كل الأحوال غدا مجلس الحرب الإسرائيلي يجتمع وبعده الحكومة الأمنية المصغرة. هذا يبدو ملفتا، يناقش العرض الأمريكي. عمليا إسرائيل وافقت وفق المعلومات لدينا على أن تزيد عدد النازحين الذين سيتوجهون شمالا يوميا إلى 6,000 يوميا وليس إلى 2,000 كما كان من قبل، لكنها تصر على عملية التفتيش. ولهذا أبقت لواء في قطاع غزة، هي انسحبت من كل المدن في القطاع، أبقت لواء من الجيش الإسرائيلي بغية التفتيش، وهذا عمليا هي العقدة القائمة الآن في المفاوضات. ماذا عن الانسحاب الكلي؟ هذا كان من الشروط الأساسية لحماس، مسألة الانسحاب ومسألة عودة كل النازحين. هذا صحيح. إسرائيل كما قلنا انسحبت يعني بشكل شبه كامل، لم يبقى سوى لواء في كامل قطاع غزة. هذا عمليا دراماتيكي فيما يتعلق بالمفاهيم العسكرية التي تحدث في القطاع. قد تكون إسرائيل تريد بذلك أيضا أن تقول انسحبنا من المدن، رغم أنها لا تلتزم في المفاوضات بالانسحاب من قطاع غزة أو بوقف دائم لإطلاق النار. نعم زياد، ولكن أريد أن أفهم أكثر معك هذه النقطة. ما نوقش سابقا إسرائيليا وحتى من قبل حماس، هل سيكون انسحاب كلي من غزة أو انسحاب أو تراجع لبعض النقاط وبعض الطرق؟ الآن المطروح إسرائيليا أن يتراجعوا إلى هذه النقاط أم أن ينسحبوا تماما من القطاع؟ ما هو مطروح من قبل حماس انسحاب كامل، ما هو مطروح من قبل إسرائيل لا تريد انسحابا كاملا. هي تقول إنها انتقلت إلى المرحلة الثالثة من الحرب، بمعنى كما ترين يوميا في الضفة الغربية عمليات دهم واغتيال واعتقال ومن ثم خروج. هذا ما تريد أن تفعله إسرائيل في الأشهر المقبلة في قطاع غزة. السؤال المحوري هو رفح الآن. وفق مراقبين يقولون إنه إذا أرادت إسرائيل أن تدخل رفح، لهذا أخلت خان يونس كي يدب الناس إلى هناك، لكن من الناحية العملية وفق مراقبين عسكريين هذا قد يبقي رفح بدون طائل من حيث القيمة العسكرية، لأن كتائب حماس تستطيع أيضا أن تغادر تحت الأرض رفح كما هو معلوم. نعم، هذه نقطة مهمة سنعود إليها، هذه المسألة، مسألة عملية رفح المحتملة وتأثيرها حتى على التفاوض. ولكن نشرك في هذا الحديث كذلك معك زياد ومع أحمد مراسل الحدث من مدينة غزة خضر الزعنون. خضر أهلا بك. خضر، دائما في مسألة التطورات الميدانية في القطاع ولكن في مدينة غزة حيث أنت متواجد تحديدا، كيف يبدو الوضع الإنساني الآن قبل الميداني؟ أهلا بك سارة وأبي الجميع. لكن فيما يتعلق فعلا بالوضع الإنساني هنا في المناطق الشمالية لوادي غزة، فالوضع الإنساني هو كارثي بامتياز بسبب عدم وصول الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية للفلسطينيين في هذه المناطق، خاصة هنا في مدينة غزة وأيضا في بلدة جباليا وبيت حنون وبيت لاهيا. هذه المناطق التي تعاني يعني من مجاعة حقيقية في ظل انعدام وصول يعني الشاحنات المحملة بالمساعدات بشكل كبير جدا، إذ أن في هذه المناطق الشمالية من القطاع قرابة 700,000 نسمة يعيشون في ظروف إنسانية صعبة في ظل تدمير الأحياء السكنية بأكملها، وأيضا هنا أعداد كبيرة من المواطنين هم لجأوا إلى عدد كبير من مراكز الإيواء، خاصة يقطنون في مدارس وأيضا مراكز طبية وبعض أيضا
المواطنون هم لدى أقاربهم في منازل هي شبه مدمرة يقطنون فيها في ظل انعدام أيضا البيوت والمنازل والتدمير الذي حصل في المناطق الشمالية هنا في القطاع. المواطنون يطالبون بمزيد من المساعدات التي يعني تأتي إلى المناطق الجنوبية لأن تصل إلى المناطق الشمالية هنا من قطاع غزة، وهم ينتظرون حاليا فتح معبر بيت حنون إيرز إلى الشمال من القطاع وقدوم تلك المساعدات هنا في المناطق الشمالية. نعم سارة. نعم، هذا فيما يتعلق بشمال القطاع ووسط القطاع في المنطقة القريبة التي من المنطقة التي تتواجد فيها خضر. نعود إلى رفح، القصة الأساسية الأنظار كلها تتجه اليوم إلى هذه المنطقة الواقعة جنوب القطاع إلى رفح. أحمد، عملية محتملة على ما يبدو نتنياهو يصر على هذه الفكرة، بيني غانتس كان هدد نتنياهو مثلما أشار زياد، وهناك توجه إسرائيلي نحو هذه العملية رغم كل الحديث الأمريكي أنه لا مؤشرات. كيف يتداول هذا الخبر حيث أنت متواجد بين أهالي قطاع غزة بين النازحين إلى هذه المنطقة الجنوبية؟ ما أبرز المخاوف الآن؟ يعني أبرز المخاوف سارة هو عملية النزوح من مكان إلى آخر، هذه أبرز المخاوف، وأيضا عمليات الاستهداف التي سوف تحصل في مدينة رفح سوف يعني تكون هناك كارثة على المستوى البشري وأيضا على المستوى الإنساني. لذلك التخوفات من قبل السكان رفح الأصليين والنازحين قائمة ومستمرة، وهناك تفكير صراحة نرصد في الشارع، بعض العائلات والنازحين يودوا النزوح إلى مناطق وسط القطاع وإلى مدينة خان يونس خوفا من عملية عسكرية إسرائيلية على مدينة رفح بشكل مفاجئ ومباغت، وبالتالي الإصرار الإسرائيلي وربطه بالنصر بالحرب على حركة حماس، وأيضا الإصرار الإسرائيلي بالقضاء على عناصر حركة حماس يتحدثون عن لواءين أو كتيبتين في مدينة رفح، وبالتالي كل هذه المعطيات على الأرض تؤشر إلى أن دخول رفح حتمي بالنسبة للإسرائيلي، وبالتالي هذا التخوف قائم بالنسبة للسكان، وبالتالي سوف تكون هناك كارثة على المستوى الإنساني وعلى المستوى الصحي وعلى كل المستويات. نحن نعرف أن رفح مدينة صغيرة، وبالتالي هناك أكثر من 1,000,000 نازح يتواجد بها، وعملية إجلائهم تحتاج إلى وقت طويل وتحتاج أيضا إلى الكثير من المناطق الواسعة في وسط القطاع وفي مدينة خان يونس، وهذا غير متوفر، وبالتالي الأزمة الإنسانية سوف تتفاقم بشكل كبير إذا ما تمت هذه العملية، وسوف تحدث أيضا ضحايا بأعداد كبيرة نتيجة هذه العمليات العسكرية التي سوف تحدث في مدينة رفح. ولكن حتى هذه اللحظة ربما تجميد هذه العملية برهون بما يجري في القاهرة من مباحثات ومفاوضات، وربما يتم تجميد هذه العملية إلى وقت طويل، وربما أيضا ينجح الوسطاء في أن يقنعوا نتنياهو والحكومة الإسرائيلية بعدم الدخول إلى رفح إذا ما نجحت أيضا المرحلة الثانية والثالثة من الهدن التي سوف تحصل خلال الأسابيع القادمة، هذا إذا حصلت وإذا نجح الوسطاء في يعني إحداث اختراق لدى الطرفين حماس وإسرائيل. الوسطاء ربما الأمريكيون بالتحديد في الجانب الإسرائيلي باعتبار الضغط على الإسرائيليين من الأمريكيين. هنا انتقل لزياد، رفح دائما هي نقطة خلاف على ما يبدو أو اختلاف في وجهات النظر بين الأمريكيين والإسرائيليين، لا يرى الأمريكيون اليوم مؤشرات جدية أو قوية على قرب شن إسرائيل لهذه العملية، هذا بحسب تصريحات مساء اليوم، ومع هذا بعد ذلك نتنياهو شدد على فكرة أن العملية قائمة والموعد محدد. كيف ينظر إسرائيليا داخل هذه الأوساط السياسية إلى الضغط الأمريكي فيما يتعلق برفح؟ الصحف الإسرائيلية تشير يوميا إلى هذا الضغط الهائل الذي يمارس على نتنياهو، على ما يبدو بأن عملية قتل الناشطين السبعة الأجانب كانت نقطة تحول، حيث دخلت أمريكا على القتل وسيطرت على زمام الأمور حسب ما يقولون على الأقل في إسرائيل. هي فرضت على نتنياهو تسريع عملية صفقة التبادل ولجمت موضوع رفح في حينه، وبالتالي هذا الضغط سيبقى قائما. بحسب مراقبين كثر في إسرائيل يقولون أن نتنياهو رفع شعار رفح عمليا كشعار أخير لهذه الحرب،
رغم أن ربما قيمتها العسكرية إذا ما قورنت بخان يونس أو بغزة من حيث تواجد كتائب حماس هي هامشية من حيث القيمة العسكرية، لكن باتت شعار، ولهذا عمليا نتنياهو يتحدث يوميا عن ضرورة الدخول إلى رفح لتحقيق ما يسميه الانتصار المطلق. لكن الانتقادات كبيرة جدا لهذا السلوك من نتنياهو في الصحف الإسرائيلية، في دعوة أحرنوت يتحدثون عن أن هذه الشعارات التي يرفعها منذ 4 أشهر باتت يعني غير ذات جدوى بالنسبة للإسرائيليين. التركيز في الشارع الإسرائيلي على الأقل لا يتعلق برفح، الإسرائيليون منشغلون أساسا بقضية صفقة التبادل. إذن يمكن القول بأن الفكرة الأكثر أو الإسرائيليون يتحمسون بشكل أكبر لفكرة استعادة الأسرى أكثر من فكرة صحيح. الانتصار صحيح. المطلق بالنسبة للإسرائيليين لا جدوى لهذه الحرب إذا لم تنتهي بعودة جميع الأسرى والمحتجزين لدى حماس. هذا هناك إجماع في إسرائيل على هذا الموضوع، وبالتالي بالنسبة للشعارات التي رفعتها الحكومة أو الجيش الإسرائيلي وهناك تفاوت بينها أيضا يتعاطون مع هذا الموضوع، يصغون إلى هذه الأمور. لكن الهم المباشر للإسرائيليين في الشارع كما ترينا في الأيام الماضية، عشرات الألاف في الأيام الماضية يخرجون ويطالبون بشيء واحد واضح وهو صفقة تبادل شاملة وفورية. نعم، هذا فيما يتعلق بالتفاوض، هذا ملف للنقاش بالتأكيد، خاصة مع حديثك زياد منذ قليل بأن إسرائيل على ما يبدو موافق الآن على إعادة أو رجوع أو عودة نحو 6,000 يوميا من الفلسطينيين وليس 2,000 مثل ما كان متداول سابقا. هنا أنتقل إلى مدينة غزة، إلى خضر الزعنون تحديدا. خضر، على ما يبدو التفاوض أو ملف التفاوض يطبخ الآن في القاهرة من قبل الوسطاء وبدعم وضغط كبير أمريكي. على الأرض الآن ما الذي يعنيه الأمر عودة نازحين من الجنوب إلى الشمال أو إلى الوسط؟ هل الآن منطقة الشمال أو الوسط مهيئة لاستقبال أعداد كبيرة؟ تعلق بالمناطق الشمالية من وادي غزة سارة، هي مناطق شبه مدمرة، والمواطنون الذين سيعودون من المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية سيفاجؤون بما حل في هذه الأماكن هنا في المناطق المدينة غزة على وجه التحديد، وأيضا محافظة الشمال. المناطق هي غير مهيئة بشكل تام لاستقبال الأعداد الكبيرة من المواطنين من أهالي هذه المناطق الشمالية من قطاع غزة، والذين كانوا نزحوا قصرا خلال هذه الحرب التي تشنها أو في بدايات هذه الحرب التي لا زالت تشنها إسرائيل على غزة. المواطنون هم بحاجة إلى مراكز إيواء استعجالية، وخاصة ما يتعلق بالخيام وأيضا الكرفانات لتكون هذه البيوت المتنقلة، هم سيكونون بحاجة ماسة لها، ويجب أن يتم إدخالها قبل أن يعود المواطنون الذين يتواجدون في المناطق الجنوبية إلى المناطق الشمالية، إذ أن الحاجة ماسة جدا للمواطنين، خاصة أن المناطق هنا غير مهيئة للفلسطينيين ليبيتوا في تلك المناطق الشمالية، إذ أن أيضا الأوضاع الإنسانية لا زالت غاية في الصعوبة مع انعدام وصول أي من المساعدات خاصة عبر الطرق البرية. شكرا على كل هذه المعلومات والتفاصيل، كنت معنا من مدينة غزة مراسل الحدث خضر الزعنون، ومن رفح جنوب القطاع مراسل الحدث أحمد حرب، ومن القدس مدير مكتب الحدث في فلسطين زياد حلبي. شكرا. أجواء ترقب وتفاؤل تختلف هذه المرة بشأن نتائج جولة المفاوضات غير المباشرة بين حماس وإسرائيل للتوصل إلى صفقة يتم بموجبها تبادل الأسرى بين الطرفين والتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة. مصدران أمنيان مصريان قالا إنه تم إحراز تقدم في محادثات القاهرة، وذكر المصدران أن الجانبين قدما تنازلات قد تساعد في تمهيد الطريق للتوصل إلى هدنة من 3 مراحل. وجرى الاقتراح في المحادثات السابقة، أو هذه المقترحات تشمل تحرير كل من تبقى من الرهائن الإسرائيليين، وتشمل مناقشة وقف طويل الأمد لإطلاق النار في المرحلة الثانية. وأضاف أن التنازلات تتعلق بتحرير الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم حماس، وبمطالبة حركة حماس بعودة السكان النازحين إلى شمال القطاع. وكشف عن اقتراح الوسطاء بأن تراقب
قوة عربية عملية العودة في وجود قوات أمنية إسرائيلية ستنسحب لاحقا. هذا وغادرت الوفود مصر، ومن المتوقع أن تستمر المشاورات خلال الساعات 48 القادمة. وعلى عكس الأجواء الإيجابية التي تحدثت عنها القاهرة، قال مسؤول في حركة حماس لرويترز أنه لم يتم إحراز تقدم في جولة المحادثات لأنه ليس هناك أي تغيير في مواقف الإسرائيليين. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتس قال في وقت سابق إن الجولة الحالية من محادثات القاهرة هي أكثر جولة يقترب فيها الجانبان من التوصل لاتفاق، وأن الطرفين وصلا إلى نقطة حاسمة في المفاوضات. قال موقع يدعو أحرانوت الإسرائيلي نقلا عن مصادر مطلعة على مفاوضات القاهرة بأن هناك رغبة في المضي قدما بالمحادثات الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة ولتبادل الأسرى بين حماس وإسرائيل. هذا وقالت المصادر التي لم يسمها الموقع الإخباري أن العاصمة المصرية شهدت مناقشات عملية للغاية. وفي المقابل هدد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إتمار بن غفير بسحب الثقة من حكومة بنيامين نتنياهو، وقال إنه إذا قرر رئيس الوزراء إنهاء الحرب دون شن هجوم واسع النطاق على رفح من أجل هزيمة حماس فلن يكون لديه تفويض لمواصلة عمله كرئيس للوزراء. وأعلن البيت الأبيض أن حماس تتحمل الآن مسؤولية اتخاذ قرار بشأن وقف إطلاق النار في غزة بعدما قدم المفاوضون عرضا للحركة. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي إنه مع نهاية عطلة الأسبوع تم تقديم عرض إلى حماس، والآن يعود إلى حماس أن تتخذ القرار. وعلى عكس أجواء التصعيد التي يروج لها نتنياهو عبر عملية رفح، قال جون كيربي إنه لا مؤشرات بعد على عملية إسرائيلية وشيكة في رفح. بعد يوم دفوق مفورات المسيخوت بكهير، تلقيت اليوم تقريرا مفصلا عن المحادثات في القاهرة، ونحن نعمل طوال الوقت لتحقيق أهدافنا، وفي مقدمتها إطلاق سراح جميع الرهائن وتحقيق النصر الكامل على حماس، وهذا النصر يتطلب الدخول إلى رفح والقضاء على كتائب الإرهاب هناك. سيحدث ذلك، هناك موعد لذلك. هذا وتعمد البيت الأبيض خلال الأسابيع الماضية أن يظهر الخلاف بين الإدارات الأمريكية من جهة وإسرائيل من جهة أخرى، خصوصا عندما أنهى رئيس بايدن اتصاله مع رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو الأسبوع الماضي. يعود الخلاف بين بايدن والإدارة الأمريكية من جهة والحكومة الإسرائيلية برئاسة نتنياهو من جهة أخرى إلى شهر أكتوبر، عندما اختلف الطرفان حول إدارة العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة، خصوصا أن إسرائيل تعمدت قتل الآلاف من المدنيين وتدمير البنية التحتية. مع الوقت اعتبر الناخبون خصوصا في الولايات المتأرجحة ومعهم الكثير من الليبراليين أن إدارة بايدن تقف إلى جانب حكومة إسرائيل برئاسة نتنياهو. منذ حين بدأ أشخاص بارزون في الحكومة الأمريكية وأيضا في الكونغرس الأمريكي يطلبون من الرئيس بايدن أن يضغط على إسرائيل برئاسة نتنياهو أن تغير من تصرفاتها، كما أن الحملة الانتخابية للرئيس بايدن حذرت من أن الاستمرار في هذا الانطباع سوف يجعل الناخبين في الولايات المتأرجحة أن يمتنعون عن التصويت لبايدن. الآن مع تغيير في لهجة بايدن وتشدده مع نتنياهو والحكومة الإسرائيلية وتغيير في تصرفات الحكومة الإسرائيلية، ربما تتغير هذه المواقف لصالح بايدن وناخبه. يرغى نما العربية، واشنطن.